الحماسي للمرأة في العديد من المبادرات الرئاسية، نظرا لدورها الهام في تربية النشء تربية سليمة حتى يحافظ هذا النشء في المستقبل على مصر ويعمل على تنميتها وتقدم البلاد. وتعمل المبادرات الرئاسية على توعية الشباب والفتيات بأهمية دورهم في المستقبل المكلفين به للحفاظ على الوطن والعمل على رفعته. بدايه احنا بنسمي مبادره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودايما مبادراته بتشمل المجتمع المصري كله بكل فئاته برعايه كبيره جدا. الحقيقه النهارده انا اتكلمت للبنات، قلت لازم ان انت تكوني مؤثره في مجتمعك، ما ينفعش تكوني جزء من مجتمع مش بتادي فيه، يعني زي مليكي واجبات عليكي حقوق لازم تاديها، وكل بنت لازم يعني يتسع فكرها، هي ام المستقبل، هم بنات المجتمع القادم، هم شباب المستقبل. لازم تكون كل بنت عندها فكر وطموح. مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي شايفها بالنسبة لك انت هتستفاد منها ازاي كشباب داخل المحافظة؟ هستفاد منها ان شاء الله بأذاكر وكده واجتهد في دراستي ان شاء الله. استفدنا كتير قوي وهنعمل بالكلام دوت، ومبادرة حلوة اكيد. يعني شايف انتوا كشباب بقى بالنسبه لكم المبادره دي بتمثل لكم، يعني انتوا هتفكر في التعليم بتاعك انه يبقى يعني تذاكر اكتر عشان تبقى افضل في المستقبل؟ اكيد كل كلمه سمعناها وكده نعمل بيها عشان نعمل حاجات المستقبل بعد كده. البنات لازم يبقى ليهم مشاركه فعاله في المبادره اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدايه جديده لبناء الانسان. شايفه ان انت ممكن البنات يعملوا ايه عشان يبقى فعلا في بدايه جديده للنشء اللي هو لسه في المستقبل القريب؟ طبعا احنا كأمهات المستقبل يعني مش المفروض علينا، مثلا هي اتكلمت عن ان المفروض البنات ما يبقاش مثلا يعني هما باصين، لازم يبقى لنا مستقبل، لازم الامهات تهتم باطفال، لازم يكون لنا، ما يبقاش دورنا بس مثلا هو كبيت او الواحده يبقى دورها مثلا تبقى باصه ان هو خلاص بعد كام سنه هنتجوز او التعليم هيقف عند حد معين، لا بالعكس المفروض ان احنا لنا ادوار اكتر، يعني احنا امهات المستقبل واحنا بننشئ اجيال، وكمان المفروض ان احنا لينا ادوار كمان اكتر في المستقبل، يعني احنا في مننا وزراء وفي وكلاء، والمفروض يعني الدولة لسه بتدينا اماكن اكتر، والمفروض يعني احنا كبنات او كدي بداية يعني ما نبصش على اللي قدامنا بس، يعني اللي هو نبص ان هو خلاص بعد ما انا اخلص جامعة المفروض هعمل ايه، المفروض هقعد في البيت او مثلا خلاص كده بالنسبة لي الموضوع خلاص يعني، فالمفروض ان احنا ندور ان احنا في شغل نطور نفسنا اكتر، نبص كمان نطور نفسنا في كذا حاجة. يعني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فالأم هي كل المجتمع، فهي نصف المجتمع وتنشئ النصف الآخر. كنت معكم نجوى سيف النصر، محمود القاضي، طيبة.